الفلسطينيين والمنطقة عموما. معنا من رام الله موفد بي بي سي عصام عكرماوي. عصام، ما آخر تفاصيل هذه الزيارة؟ قبل حوالي 10 دقائق من الآن أكرم، وصل وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إلى هذا المبنى، مبنى رئاسة الوزراء الفلسطينية، للقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتيه. كان قد عقد عدة اجتماعات هذا اليوم في مدينة القدس، حيث التقى بفعاليات فلسطينية في القنصلية البريطانية في شرقي القدس، وكان أيضا له لقاءات في إسرائيل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزار نصب الكارثة. هذه اللقاءات تأتي في إطار جولة وزير الخارجية البريطانية التي تستمر 3 أيام. غدا من المتوقع أن يزور مخيم الجلزون ويلتقي بموظفي الأونروا في هذا المخيم. تحدث كليفرلي عن أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار والرخاء في هذه المنطقة من العالم، وأعرب عن يعني التزام المملكة المتحدة بهذا الأمر، كما أعلن عن زيادة المساعدات إلى الفلسطينيين، خاصة الفلسطينيين المهددين بالطرد، وهنا نتحدث عن مجموعة من البدو في مناطق في الضفة الغربية يتعرضون لاعتداءات من قبل المستوطنين ويواجهون الطرد من أماكنهم. هذه الزيارة مستمرة كما قلنا، وهي لمدة 3 أيام، وسيعود غدا بعد أن ينهي زيارته إلى رام الله إلى القدس، ويجري المزيد من اللقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين. عصام عكرماوي موفد بي بي سي من رام الله، شكرا جزيلا لك.